فنان جزائري تغلغل حب الإبداع في قلبه، يداعب حبات الرمل ليشكل لوحات فنية رائعة وجميلة. تعرفوا حكايته في هذا الرابورتاج. السلام عليكم، معكم بن نور فؤاد من مواليد 12 جوان 1991 بقسنطينة سيدي مبروك. ممثل كوميدي ورسام، ممثل كوميدي بديت مشواري الفني تاع في المسرح في المجال المسرحي مسرح الطفل في سنة 2011 مع الأستاذ تاعي طارق بوشرى بربي يرحمه. ومن بعد شغل في العوام هذو 2011-12-13 كي وصلنا 14 لقيت بلي المسرح ناقص، حبيت كيما نقولوا نزيد حاجه. رحت للرسم، الرسم كنت ما نعرفش نرسم خلاص، بديت كاي واحد جديد يتعلم الرسم، واش هي كنت بالك مش كيما الرسامين الاخرين كنت نرسم ديما. ربحت حاجه، قول لي ربحت لك، قول لي شي كرسم نوكيا شي كرسم. انا كيما نقولوا الضحك هذا كنت ملي كنت صغير زعما وانا نخدم نضحك هكذا الناس، مي ما كنتش على بالي بلي الشيء اللي راهو عندي راهو حاجه في يستعملوها في المسرح اللي هو الوان مانشو. دخلت في 2016 ما نعرف والو، مي عندي هذيك تاع حاجه كي ندخل فيها نبدع فيها. ديجا الشيء اللي كان عندي من قبل درت به كيما نقولوا وان مان شو، حاجه فيها فيها الضحك بلوس انا نخدم تقليد الاصوات. يعني مشاهدينا هنا يعني من الامس حالا تمشي كل رونالدو مش ممكن تمشي كل سيرجيو راموس. نعم زميلي جمال، هنا من ملعب 5 جويليا منتخب الجزائر. مرة بالنار والانتصار الستات الاصابه، يا سلام بابا يا رب استفزه بمطر وقرر ان يعاقب الجميع، يا سلام لا سكواد على ناتوري كوباليسي بزاف اللي نصحوني قالوا لي ادخل مدرسه فنون جميله. دخلت مدرسه فنون جميله قريت فيها 3 سنين وشي ما كملتش. قريت تما خاطر كان عندي مشكل انه يعيطوا لي في التورناج نقرا نص عام، النص عام الاخر يعيطوا لي في التمثيل نطلع كيما نقولوا هنا للعاصمه في الوقت اللي نصور يكون خرجوني من ليكول 3 سنين وهي تتعاود لي. مي ما حبستش، بقيت نخدم في على الجهتين في المسرح وفي التمثيل وفي الرسم هذا. الرسم هذا هي طريقه جديده اللي كيما نقولوا ابتكرتها انا بعد تاعي حاجه تاعي، لانه ما نحبش نخدم حوايج اللي كاينين. هذا رسم بالتراب، رسم بالتراب هي في يوم من الايام هكذا تاع الحجر الصحي كنت قاعد في الدار خلص لي كيما نقولوا ماتريال. قلت علاه اصلا هو الفنان يقول لك الفنان الذي من لا شيء يصنع شيء. سما نقدروا نرسموا باي حاجه كيما درك اللي قاعدين يرسموا بالملح يرسموا كيما انا قلت نرسم بالريش نقدر نرسم بالاغصان، بصح انا حبيت الطريقه هذه تاع التراب. اول حاجه كانت قريبه ليا في الوقت هذاك هي التراب، جبت التراب وما بديتش كيما نقولوا بالرسومات على بورتري، بديت نرسم في الحوايج لي 3 دي زعما ندير دروج ندير فايس هكذا في الارض ندير بحر ندير تروتوار ندير حيط. ومن بعد بدلتها قلت علاه ما نديرش طريقه اللي هي ندير بها المعارض. درت هذه تاع كيما نقولوا معرض كيما هذا اول معرض درت في قسمتين، اول معرض للمجاهدين تاعنا، اول معرض في الوطن العربي كيما نقولوا نقدروا حتى نقولوا في العالم خاطر ما كانش من قبل اللي دار معرض بالتراب.
التراب كنقولوا تراب بزاف اللي كتقولوا تراب يروح باله الرمل، نو هذا التراب كما نقولوا من برا من الارض به بالحجر اللي فيه بكلش ما يتصفى ما والو نجيبوه ونخدموا به ديريكت فوق الـ فوق الـ كما نقولوا الطاوله تاعنا. بالنسبه للدعم ما كانش كما نقولوا اللي قال لي رواح ودير التقنيه هذه ولا صح، انا في المدارس خاصه انا اللي نديها وانا اللي نعتلهم وكاين اللي ما يفهمهاش يعني كل ما يشوفهاش بعينه ما يفهمش الطريقه، لانه تقول له نرسم بالتراب يروح باله طول الرسم بالرمل وتبان له باللي التقنيه راهي صعيبه ما يقدرش يديرها الطفل، هي نوع بالعكس الطفل تقدر تعلمه اي حاجه تحب. المسرح موجودين يعني كي نفضل الرسم، لانه الرسم كي تهرب من المشاكل تاعك وتهرب من الدنيا وتهرب تروح للرسم، يعني هو حاضر ديما تقدر حتى ترسم مع روحك ما تحتاجش باه دير معرض ولا باه دير يعني القلم ما يخونكش. يعني طموحي بوش كبير، مدرسه كبيره تاع الرسم بطرق جديد خلاص، انا قاعد نطور في طريقه اخرى اللي هي رسم بالظل، نحط اشياء في الارض نضرب الضوء فيهم نطفي الضوء يخرج لك رسمه في الحيط، طريقه جديده اللي ما يعرفوهاش. كاينه طريقه واحده اخرى ترسم نرسموا كما نقولوا بمربعات صغار وملونين لوحات فنيه ثانيه حاجه جديده خلاص، يعني الافكار كاينين بصح باه تطبقهم درك انا ما نقدرش نروح لمرحله واحده اخرى وهذه ما ديتش كما نقولوا حقها.